التو سيجنال اللي كانوا فاضلين بعد الاكسبوننشال والدامب درامب اكسبوننشال السينك فانكشن واللابلاس فانكشن. هنبتدي بالسينك. السينك فانكشن ديت بالنسبه لنا برضو سريعا عشان نبقى الناس كده مش ناسي حاجه، احنا شرحنا اليونت ستيب والسيجنال فانكشن والرام والريكتانجلر والتريانجلر والاكسبوننشال رقم 6 والدامب درامب اكسبوننشال رقم 7، واعتبر ان السينك دي رقم 8. طيب السينك فانكشن دي عباره عن ايه؟ باي ديفينيشن كده المفروض لو انا عندي سينك تي، فسينك دي بالنسبه لي ايكوال ساين باي تي على باي تي، يعني ده باي ديفينيشن هي عباره عن ايه الاول. طيب السينك فانكشن دي لما بتيجي ترسمها خلي بالك بقى، لو انا افترضت ان انا هرسم الساين ويف عشان بس افهمكم الفكره بتاعتها بسرعه كده، فالساين ويف دي كانت المفروض ان هرسمها دوتد، كانت المفروض ان يكون شكلها بالمنظر ده، ده كده شكل الايه؟ الساين ويف كلنا عارفين مفيش مشكله. طيب السينك بقى هتبقى عامله ازاي؟ اولا السينك عندي الزيرو والساين عندي الزيرو بزيرو، يعني ساين زيرو ساين زيرو معروف انها بزيرو، لكن سينك زيرو سينك زيرو بواحد. طب جت ازاي ان سينك زيرو بواحد؟ يعني السينك عند التي بتساوي زيرو ايكوال 1. ليه؟ لان انت لو جيت تعوض هنا عن التي بزيرو فساين زيرو بزيرو وفي تحت تي، يعني في زيرو تحت فبقت زيرو على زيرو. زيرو على زيرو بالنسبه لنا انديفاين. في الماس كان في رول بتقول انه لما يحصل ده ممكن افاضل الباست وافاضل المقام وبعدين اعوض، فانا لما فاضل الباست وافاضل المقام وبعدين اعوض يطلع ان سينك زيرو بواحد، فخلاص احنا مش هنبذل مجهود اكتر من كده. تبقى حضرتك عارف ان اول فرق بين السينك والساين ان السينك عندي الزيرو مش بزيرو، السينك عندي الزيرو ايه؟ بواحد. طيب الحاجه الثانيه اصفار السينك فين؟ يعني لما تيجي تقول لي الزيروز بتاعت السينك دي فين؟ هي نفسها اصفار الساين، يعني اصفار السينك هي نفسها اصفار الساين ما عدا عند الزيرو، عند الزيرو هي قيمتها واحد. الحاجة التانية اللي عايزك تاخد بالك منها من الرول اللي مكتوبة دي وهرسم لك الرسمة دلوقتي مع بعض، انه عشان في تي في المقام فكل ما بزيد في التايم كل ما الفاليو نفسها بتقل. يعني كل ما اعوض بتي عند تي اكبر كل ما الاقي القيمه دي عماله بتقل. عشان كده اولا احنا قلنا اصفار السينك هي نفسها اصفار الساين، يبقى المفروض ان دي قيمتها بواحد وهتنزل كده هنا يبقى هي نفس الزيرو ده، وتنزل كده هنا يبقى هي نفس الزيرو ده، خلاص. وبعد كده الاصفار بقى كلها هي هي، الاصفار كلها هي هي، عشان كده هتلاقي ان هي نفس الزيرو ده مع اختلاف بقى اللي انت شايفه دلوقتي في الرسمة. ايه اللي انت شايفه في الرسمة؟ اللي حضرتك شايفه في الرسمة دلوقتي ان انا اولا دي اقل من الساين، دي اقل من الساين، وبعدين دي اقل من اللي قبلها. ليه؟ لان كل ما التايم يزيد كل ما الفاليو بتقل عشان في تي في المقام. فهو ده شكل السينك. هنرسمه تاني اهو عشان تبقى الناس متخيلة بقى، لان طبعا انت مش هتقعد تعمل كده في الامتحان، انت هترسم السينك على طول. فالسينك بالنسبة لك هتبتدي كده وتقعد تقل تقل، يعني خلي بالك ان دي اقل من دي، يعني هي عماله بتقل مع زياده الايه؟ التايم بالمنظر ده كده. طيب هل لو انا عندي سينك تي رسمته هل كل شويه هقعد اقول اصفار السينك هي اصفار الساين فاشوف الساين الاصفار بتاعتها فين واعمل كده؟ لا خالص، الموضوع بسيط. ايه اللي موجود هنا؟ تي. الكوفيشنت بتاع التي اللي جنب التي هنا كام؟ 1. يبقى الاصفار دي هي مقلوب ال1 ده ومضاعفاته، فمقلوب ال1 1 يبقى 1 ومضاعفاته ايه؟ 2 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3. طيب مش واضحه قوي يا باشمهندس، يعني افرض السينك ديت فيها فاليوز مختلفه. تعالى مثلا عندك اكس اوف تي بتساوي 2 سينك 4 تي، ارسمها ازاي؟ اولا السينك نفسها
شكلها مش هيتغير، يعني هتبتدي هنا ماكسيمم كده وتقعد تنزل كده، والسايد دي بنسميها سايد لوب، سايد لوب نفسها عماله بت ايه؟ عماله بتقل مع زياده التايم، يعني بتبتدي كده وبعدين تبتدي تقل، بتقل كامبليتيود. خلاص؟ اهي. ماشي؟ طب الماكسيمم فاليو دي كام؟ احنا قلنا السنك عند الزيرو بواحد، يبقى السنك نفسها عند التي بزيرو بواحد، بس واحد في اتنين باتنين، يبقى دي بقت اتنين. هي هنا كنا عاملينها واحد لان هنا السنك ما كانش فيه جنبها حاجه. ده اول حاجه. طب الاصفار دي فين؟ الزيرو ده والزيرو ده والزيرو ده، الاصفار دي مكانها فين كزمن؟ فاحنا قلنا بقى المفروض اصفار السنك هي اصفار السايم، بس احنا مش هنقعد نبذل مجهود في الموضوع ده، احنا هنروح قايلين على طول انه اللي جنب التي كام؟ 4، مقلوب ال 4 ربع، يبقى دي ربع 0.25، ومضاعفاته يبقى ربع، نص، ثلاث ارباع، 75%، 1، وهكذا، سالب ربع، سالب نص، سالب ثلاث ارباع، وهكذا. فهي دي شكل الايه؟ السنك. طب سؤال يا باشمهندس، هل السنك دي باور سيجنال ولا انرجي سيجنال؟ احنا عارفين ان الساين نفسها باور سيجنال، خلاص، لكن السنك مش باور سيجنال، السنك انرجي سيجنال، انرجي سيجنال. طب الانرجي بتاعتها نحسبها ازاي والاريا بتاعتها نحسبها ازاي؟ خلاص، ان شاء الله في الشابتر بتاع الفورير ترانسفورم هناخد طريقه اكيوريت لحساب الانرجي والاريا بتاعت السنك، ولكن مؤقتا كابروكسيميشن ممكن اولا هنجلكت السايد لوبس دي ونعتبر كانها تراينجل سيجنال، يعني هنعتبر كانها تراي كده ونحسب الاريا والانرجي بتاع التراي ده، ادي التراي اهو. فالانرجي بتاع التراي اي سكوير تاو، تاو هنا اللي هي العرض ده، يعتبر العرض ده كام بقى بالنسبه لنا؟ نص على التلاته، اي سكوير تاو على التلاته. طب والاريا؟ هاف الهايت 2 في الويت هاف. ده ابروكسيميشن، يعني ده ابروكسيميشن مقبول مؤقتا. لما هنيجي بقى ان شاء الله مع بعض في شابتر بتاع فورير ترانسفورم هنقدر نقدر نحسب الانرجي والاريا بطريقه اكيوريت عن اللي انا قلته ده. ده مجرد ايه؟ ابروكسيميشن مؤقتا يعني. طيب في سؤال في الشيت على السنك؟ في الشيت على السنك اللي هي سؤال رقم 1، نمسح هنا رقم 1 بارت اتش. رقم 1 بارت اتش، رقم 1 بارت اتش دي اللي هي اكس 8، اكس 8 اوف تي بتساوي سينك تي على الاثنين ناقص 1. خلاص، ده بالنسبه لي جات لي في السؤال ومطلوب ان انا اسكتش الايه؟ السيجنال دي. فهسكتش السيجنال دي ازاي؟ ماشي، قدامي اكتر من حل. اولا ان انا ممكن اروح قايل انه السنك دي كانها تي، اخد الاثنين دي كومون فاكتور، فكانها تي ناقص 2 عشان تبقى واضحه بالنسبه لي. بمعنى ان هي كده بقى ليها فيها شيفت وفيها سكيل. طبعا انا لما خدت دي كومون فاكتور بالمنظر ده، يعني لو عايزين حتى نكتبها بشكل كده اوضح، ان هي كانها سنك هاف في تي ناقص 2، هي طبعا مش فارقه، ولكن انا كنت عايز اقول لك ان احنا لما بنعمل كده بيبقى المفروض انه لما باجي ابلاي الاوبريشن، والكلام ده كان اتشرح في السكشن، انه طالما خدت ده كومن فاكتور يبقى اعمل السكيل الاول وبعدين اعمل الشفت. طيب هي سينك تي لوحدها عباره عن ايه؟ هرسمها لك برضو بالتفصيل عشان ما حدش يقول ان هو متلخبط في حاجه. لو انا عندي سينك تي، سينك تي نفسها رسمتها عامله ازاي بالمنظر ده كده.
الامبليتيود 1 والاصفار 1 2 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3. عشان افكركم كده الاصفار دي انا جبتها ازاي، مقلوب اللي جنب التي ومضاعفاته، طبعا اللي جنب التي 1 فمقلوبه 1 ومضاعفاته يبقى 1 2 3 انصاف. دي السنك. طب السنك دي لما يكون فيها سكيل، لما التي تكون مقسومه على 2 بنعمل احنا ايه؟ بنضرب التايم في 2، يبقى ده معناه ان السنك هتبقى بالمنظر ده كده. طبعا المفروض ان الامبليتود بيقعد يقل بالشكل ده، ونفس الكلام هنا اهي. هنا الامبليتود 1 الماكسيموم طبعا لان هنا مفيش حاجه، يبقى هنا 1 دي هنسميها اكس 8 اوف تي، والاصفار دي هتبقى ضعف دي بقى، يعني هتبقى 2 4 6 سالب 2 سالب 4 سالب 6. بس كده دي مش اكس 8 انا اسف، دي كده المفروض انها عباره عن سينك هاف تي، اللي هي سينك نص تي، لانه انا كده عملت السكيل بس، ناقص لي ان انا اعمل ايه بقى؟ الشيفت. طب الشيفت ده تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت؟ طالما بالنيجاتيف يبقى شيفت رايت بمقدار كام؟ 2، يعني المفروض السينك تبقى سنتر ده عند الاثنين. سنتر ده عند الاثنين وماشيه بقى ايه؟ بالمنظر ده كده اهو. ماشي، فهتلاقي هنا الماكسيموم ده 1 وهي سنتر ده عند الاثنين، وهنا 0 وهنا 4 وهنا 6 وهنا 8 وهنا سالب 2 سالب 4 انصار. يعني كل اللي حصل بس ان هي بدل ما كانت سنتر ده عند الزير بقت سنتر ده عند الايه؟ عند الاثنين، ولكن بنفس الشكل. يبقى هي ده كده انا عملت سكتش للايه؟ للسنتر. الكلام ده هتلاقوه واضح في الشرح بتاع الورق، موجود يعني المساله دي موجوده محلوله، هقول لكم صفحه كام بالظبط، وطبعا الكلام ده موجود عندكم على الموقع نفسه، وموجود برده في البوست اللي انا كنت عملته لكم في صفحه 11، محلوله وموجوده بالمنظر اللي انتوا ايه شايفينه ده. طيب كان في الصفحه بيقول لي، طيب اولا هي تو سايدد سيجنال نون بيريوديك في السؤال، يعني اسف نون سيمتريك، وبيقول لي احسب الانرجي والاريا. طبعا الانرجي والاريا قلنا خلاص هنعمل ايه لغايه دلوقتي، هنعمل ابروكسيميشن ونروح قايلين ده كانه تراي بالمنظر ده كده، واجيب الانرجي والاريا للتراي ده اهو. فالتراي ده هنقول كده يبقى الانرجي بتاعته الامبليتيود سكوير في الويتس 4 على 3، ده الانرجي، والاريا هاف الهايت 1 في الويتس اللي هو الاربعة، يبقى دي كده الانرجي والايه؟ والاريا. طيب بيقول لي نون سيمتريك هات الايفن والاود، فاحنا ممكن نمسح الجزء اللي هناك ده ونجيب الايه؟ الايفن والاود بتاع السيجنال دي. موضوع سهل يعني ان شاء الله ما فيهوش اي مشكله خالص زي ما انتم شايفين. طبعا ادي السنك اهي، المفروض انها سنتر ده عند الاثنين 4 6 8 سالب 2 سالب 4 سالب 6 بالمنظر ده كده اهي، دي السيجنال بتاعها. خلاص نقط اهي يمين، والامبليتيود كام؟ الامبليتيود 1.
دي كده اللي هي الاكس 8 اوف ايه؟ اوف تي. نكتب هنا برضو ان دي كده الاكس 8. انا عملت السكيل اول وبعدين الشيفت وكتبت عليها انها اكس 8. خلاص؟ هتيجي بقى حضرتك عايز تجيب الايفن والاود. احنا قلنا ان الاكس ايفن بتاعت اي سيجنال عباره عن هاف الاكس نفسها اللي هي السيجنال نفسها زائد الفولد بتاعها اللي هو اكس اوف ماينس تي، والاكس اود عباره عن هاف الاكس نفسها ناقص الاكس اوف ماينس تي اللي هو الفولد بتاعها. اذا انا محتاج ارسم للاكس 8 الفولد بتاعها الاول. فالفولد معناه ان السيجنال دي هتتعكس، اللي في البوزيتيف تايم هيجي في النيجاتيف والعكس، يبقى ده معناه ان هي هتبقى سنترد عن السالب 2، يعني دي سالب 2 سالب 4 سالب 6 0 2 4 6 وهكذا، فهتبقى بالشكل ده كده. ادي السينك فانكشن اهي. الامبليتود هنا 1، دي كده الاكس 8 اوف ماينس تي. خلاص؟ هتيجي بقى انت تجمع الاثنين دول على بعض. ماشي؟ هقول لك انا حاجه في الجامع بقى، مش عايز الناس ايه تبقى عندها ازمه، الموضوع بسيط وتعامل مع الموضوع بالبساطه اللي انا هقولها دي. انت هنا عند السالب 2 لما تيجي تجمع النقطه دي نفسها، النقطه دي القيمه دي بواحد لكن فوق كام؟ زيرو. اذا لما اجي اجمع هتفضل واحد. خلاص؟ وعند الاثنين برضو انت بتجمع واحد وهنا زيرو، يبقى خلاص المجموع نفسه كام؟ واحد. عند الزيرو مثلا انت بتجمع هنا زيرو وهنا زيرو، يبقى المجموع زيرو. فطبعا دي هتنزل كده ودي هتنزل كده. دلوقتي بقى اي حد فيكم هيبقى عنده مشكله، يجي يقول لي يا باشمهندس بس المفروض ان السيجنال دي اتجمعت على النيجاتيف ده، صح؟ هي اتجمعت على النيجاتيف ده، فالمفروض انها قلت شويه، بس يعني مش هتبان معايا، بالنسبه لي مش هتفرق، هي في الاخر هتبقى واخده نفس الايه؟ نفس الشكل ده، وانا مش عايز الفاليوز تكون محسوبه اكيوريت بالارقام. تيجي تقول لي يا باشمهندس بس هنا دي لما تتجمع على دي هتزيد شويه، ماشي مش هتفرق برضه، يعني برضه هي هتبقى بالمنظر ده كده. هنا بقى، تعالى هنا بقى ده السؤال المهم، وهنا برضه نفس الكلام لغايه السالب 4. تعالى هنا بقى، هنا من بعد الأربعة أنت بتجمع إيه؟ بتجمع نيجاتيف ونيجاتيف، فطبعا المجموع هيطلع نيجاتيف أهو، وبعد كده بوزيتيف وبوزيتيف، هتلاقيها ماشية مظبوط، يعني برضو السيجنال هتفضل بالشكل بتاعها ده. طب هنا كده بجمع نيجاتيف ونيجاتيف، يبقى نيجاتيف أهو، يبقى برضو نفس الإيه؟ نفس الشكل. فالموضوع بسيط خالص، وإحنا مش عايزينك تجمع وتطلع لي أرقام. الرقم الرئيسي بالنسبة لنا اللي هو الماكسيموم ده، فالماكسيموم ده واحد، بس خلي بالك انا كده جمعته وما ضربتش لسه في نص، فالمفروض الواحد ده ما يبقاش واحد، الواحد ده يبقى كانه واحد في نص، يعني نص يعني، فدي واحد ودي واحد، المفروض هيبقوا نص، عشان انا طبعا بجمع وبضرب في ايه؟ في نص. طب تعالى نطرح عشان نرسم الايه؟ الاود بتاعها. لما تيجي تطرح بقى دي كده الاكس اود اوف تي، انت بتطرح بوزيتيف في الجزء ده بيطرح من نيجاتيف، فده ناقص ناقص ده يبقى زاد شويه، وده ناقص ده قل شويه، الشكل المفروض هيبقى فيه اختلاف بسيط بس مش هنركز فيه، في الاخر دي لما تطرح من دي غالبا او احنا بنقول ان هي هتفضل ايه؟ بنفس الشكل بتاعها. بس طبعا هو في فرق صغير بس مش فارق معايا ان انت توضحها قوي. هنا بقى من الاربعه للسته بقى، يعني من الاربعه للسته ايه اللي بيحصل؟ انت بتقول نيجاتيف ناقص ناقص، لان دي نيجاتيف، يبقى دي كده كانها لما اجي اطرح يبقى كاني بقول دي بالنيجاتيف وبجمع عليها حاجه بوزيتيف لان دي هتاخد اشاره. بس خلي بالك ان النيجاتيف ده اول سايد لوب هنا، فاكبر من النيجاتيف ده تاني، النيجاتيف ده تالت سايد لوب، احنا اتفقنا ان السينك دي وهي ماشيه كده بتقعد تقل، عشان كده ده اكبر، فلما اجي اقول ده ناقص ناقص ده، وحتى لو ده قلب بوزيتيف فالغالب هتطلع ايه؟ نيجاتيف برضه، الغالب هو اللي فوق. ليه اللي فوق؟ لان اللي فوق النيجاتيف بتاعه اكبر. نفس الكلام بقى هنا البوزيتيف وهنا بوزيتيف، لما تقول ده ناقص ده هتطلع المحصله ايه؟ بوزيتيف. ليه يا باشمهندس؟ لان البوزيتيف ده المفروض انه اكبر من ده، لان ده جه بعد كتير قوي، لكن ده تاني سايد لوب في السيجنال، فما قلش قوي اهي، عشان تبقى واضحه لكم.
ده تاني سايد لوب في السيجنال ما قلش قوي زي اللي تحت، عشان كده هي طالعه ايه؟ طالعه بوزيتيف. لما اقول ده ناقص ده المحصله تطلع بوزيتيف، لان البوزيتيف اللي فوق اكبر تاني. ليه البوزيتيف اللي فوق اكبر؟ لانه تاني سايد لوب من الكبيره دي من المين لوب، لكن ده رابع سايد لوب من المين لوب، فده كان قل قوي لان السينك وانا ماشي مع التايم عماله بتقل. لما تيجي تقول بقى ده ناقص ده، فكده كده ده الاكبر فهيتقلب تحت، هيبقى بالمنظر ده كده. يعني ادي السالب 2 هيبقى بالشكل ده كده. طب فعلا دي بوزيتيف؟ يعني زي ما انا رسمت كده صح؟ تعالى شوفها كده، بص عليها. هل فعلا الجزء اللي هو بعد ده هنا ده كده المفروض يكون بوزيتيف مظبوط؟ انت عندك ايه هنا؟ ده بعد السالب 4 ده نيجاتيف وده نيجاتيف، بس النيجاتيف ده انت المفروض بتقول ده ناقص ده عشان انا بطرح دلوقتي، بس النيجاتيف ده المفروض ان هو اصغر من ده. ليه؟ ده اول نيجاتيف في السايد لوبس بتاعت السينك دي، لكن ده تالت سايد لوب، فالنيجاتيف ده اصغر من اللي تحتيه، فلما اقول ده ناقص ناقص ده اللي تحت يقلب بوزيتيف ويبقى هو الغالب، عشان كده هي بتطلع هنا بوزيتيف. ركزوا تاني عشان تقول لي ازاي يا باشمهندس لما اجي اطرح نيجاتيف من حاجه نيجاتيف يطلع المحصله بوزيتيف، لان النيجاتيف اللي تحت المفروض ان هو الاكبر، فلما اقول اللي فوق ده ناقص ده يطلع المحصله هنا ايه؟ بوزيتيف. المجموع بتاعهم يطلع بوزيتيف لان النيجاتيف ده اكبر. طب ليه يا باشمهندس النيجاتيف ده اكبر؟ لان ده اول سايد لوب للمين لوب دي، لكن ده ثالث سايد لوب اهو من المين لوب، عشان كده قل، لان المفروض السينك كل ما انا بزيد في التايم كل ما الفاليو عماله بتقل. خلص السؤال ده كده. طيب نشوف سؤال تاني وسيجنال اخير. احنا اخر ده كده قبل الاخيره، اخر سيجنال بقى بالنسبه لنا هتبقى هي رقم 9، نقولها دلوقتي حالا.